الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 47 بعد 600، باب بيع المزابنة. في هذا الباب حديث واحد هو 47 بعد 700، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. فما هو بيع المزابنة؟ بيع المزابنة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ثمر حائطه، يعني حديقته، يعني بستانه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزابنة مأخوذة من الزمن، وهو الدفع الشديد، وقيل للبيع المخصوص مزابنة. ليه؟ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. حقيقة المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن بيع الثمار عامة حتى تنضج ويظهر صلاحها، وتصبح على الصفة التي يرغبها الناس فيها. وعلامة ذلك أنها تحمر أو تصفر كما في الرطب مثلا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، وهو ما يسمى عند العرب ببيع المزابنة، أو بيع الزبيب بالعنب. وبيع العراية، بيع العراية رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثناه، ومعناه يعني أجازه، وهو بيع الرطب على النخل بمثله من التمر بعد معرفة خرصه، يعمل له قاس، يعني توقع، يعني تخمين، عند جفافه بشروط معينة سوف نتكلم فيها. وذلك الذي قاله زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على تحريم بيع الثمار قبل نضجها، وسوف نتكلم عنه بعد ذلك بالتفصيل في موضعه. ثانيا، تحريم بيع المزابنة، وبيع الثمار الرطبة الناضجة بالثمار الجافة، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المتماثلين نوعا وعلة، وهذا يسمى ربا الفضل. هو تمر وتمر نوع واحد، والوزن بيختلف لما بينضج. استثنى من ذلك بيع العرية أو العراية هو أن يبيع رطبا على النخل بشرط ألا يبلغ 5 أوسق، يعني 624 كيلو، بخرصه من التمر، تخمينه من التمر لمن يأكله رطبا. رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. قال ابن قدامة: وقول أكثر أهل العلم، منهم مالك، أهل المدينة، الأوزاعي، الشافعي، وإسحاق، إنما أبو حنيفة قال لا يحل بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه، متفق عليه، يعني على تحريمه، على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: ولنا ما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في 5 أوسق، قلنا 624 كيلو، أو دون 5 أوسق. وقال: ورواه زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة وغيرهما، وخرجوا أئمة الحديث في كتبهم وفي سياقه إلا العراية، كذلك في المتفق عليه.
وهذه زيادة يجب الأخذ بها. ثالثا، في حديث الباب قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ظاهر يدل على جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، ولكن الشروح تأولوا هذه الرواية كما قال القسطلاني بأن أو للشك، وأكثر الروايات على أنه إنما قال بالتمر فلا يعول على غيره، يعني لا نذهب إلى غيره. وقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على ظاهره فأجازوا بيع الرطب على النخل بالرطب في الأرض، قال القسطلاني، وهو وجه يعني رأي عند الشافعية، وقد روى النسائي والطبراني من طريق الأوزاعي عن الزهري ما يؤيد أن أو للتمييز وليست للشك، وليست للشك حيث قال بالرطب أو بالتمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل مطعمنا وملبسنا ومشربنا وحياتنا حلالا في حلال. اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.